أيام وربما أسابيع قد تمضي قبل حل أزمة قناة السويس، يحذر خبراء الشحن البحري. السفينة MV Ever Given سفينة عملاقة، وهي أطول من 4 ملاعب كرة قدم. تحولت سدا في وجه نحو 10% من حركة الشحن البحري العالمي، لا تزال عالقة منذ الثلاثاء الماضي، فيما وعدت السلطات المصرية بالتوصل إلى حل خلال اليومين المقبلين. هيئة قناة السويس أعلنت في الساعات الأخيرة استخدام جرافة جديدة لتسريع العملية، بعد أن كانت حاولت تحريك السفينة العملاقة باستخدام زوارق قاطرة الأربعاء الماضي. صور الأقمار الصناعية تظهر السفينة العملاقة مثبتة قطريا عبر القناة بأكملها. من جهتها تعتذر شركة شوي كيسن كاشا اليابانية المالكة للسفينة عما سببته من أزمة عالمية، ولا تعد بحل قريب لصعوبة العملية. وهو أيضا ما تكشفه تصريحات فريق الشركة الهولندية سميت سالج عن صعوبة إعادة تعويم الحوت الجاثم على الشاطئ بحسب وصفها. تعليق الملاحة في السويس رفع الأسعار في أسواق النفط العالمية، كما يهدد بإعادة توجيه السفن المنتظرة على طرفي القناة في المتوسط والبحر الأحمر للدوران حول الطرف الجنوبي من إفريقيا في حال طالت الأزمة. هي ليست أول مرة تتعطل الحركة عبر السويس، إلا أنها قد تكون الأخطر في حال استمرارها، إذ لا يزال الاقتصاد العالمي يسعى إلى النهوض من آثار وباء كورونا.